بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في كلية السلامة للعلوم والتكنولوجيا مصدر الثقة والمعرفة. ستكون محاضرتنا اليوم إن شاء الله أحباب الطلاب عن أسباب انتهاء العقود الهندسية. والعقد بصفة مبسطة هو عبارة عن التزام بين طرفين حتى يحفظ لكل طرف حقه القانوني، لذلك يحق للأطراف المشتركة في أي عقد إنهاء مفعوله في أي وقت خلال مدة سريانة. إذا اتفقت تلك الأطراف، أي الأطراف الموقعة على العقد، على إنهاء العقد وفقا للشروط المكتوبة في العقد، كما أن هنالك حالات يعتبر معها العقد منتهيا تلقائيا، مثل وفاة المقاول. إذا توفي المقاول فالعقد منتهي تلقائيا، أو إذا أعلن أحد الطرفين إفلاسه رسميا. وكذلك عند وفاء كل طرف من الأطراف بالتزاماته. سنتحدث عن السبب الأول لإنهاء العقود، وهو انتهاء العقد باكتمال الأعمال، بحيث يقوم المالك بالتأكد من أن المقاول قد قام بتنفيذ موضوع العقد، سواء كان هذا الموضوع هو بناء منشأة أو ترميم منشأة أو غيرها من المواضيع الأخرى، بدقة وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد، سواء كانت هذه الشروط شروط عامة مثل الالتزامات المتعهد بها المقاول، أو الشروط الخاصة مثل التسليم المؤقت والتسليم النهائي. وكذلك يتأكد المالك من المواصفات المحددة في العقد، ونقصد هنا بالمواصفات المواصفات الفنية والمواصفات الهندسية للمواد المستخدمة، وكذلك لجودة الأعمال. ماذا نقصد بجودة الأعمال؟ نوعية الخلطة إلى غير ذلك من الأمور المعروفة في هذا المجال خلال الفترة الزمنية المحددة في خطاب الإسناد. ويقوم المقاول بالتأكد من أنه استوفى كامل استحقاقاته مقابل ما قام به من أعمال، وذلك من خلال استرداد المقاول لأي ضمانات مالية أو مستحقات أخرى بناء على شروط العقد، وبذلك يعتبر العقد منتهيا تلقائيا. ثانيا، ينتهي العقد بالاتفاق. يمكن للأطراف الموقعة على أي عقد هندسي أن تتفق على إنهاء ذلك العقد في أي وقت أثناء مدة سريان مفعوله. قد تكون اتفاقية إنهاء العقد مبنية على التنازل المتبادل، أي أن يتنازل كل طرف من أطراف العقد عن حقوقه وواجباته بموجب العقد بصورة متبادلة في أي وقت محدد. وقد تكون إنهاء العقد مبنياً على مبدأ التعويض، وهو أن يلتزم المتعهد بمبالغ مالية إلى الطرف المعهود له مقابل عدم مطالبته بتنفيذ ما تعهد به من التزامات بموجب العقد الأصلي.
وقد يكون إنهاء العقد مبنيا على مبدأ الرضا، وهو أن يعفو المحود له للمحود من جميع الالتزامات دون مقابل، وتحتوي العقود الهندسية عادة على بند خاص يتيح للمالك إنهاء العقد في أي وقت بناء على طلب ما تقتضيه مصلحته. وفي هذه الحالة يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية الجوانب المالية للاتفاق. ثالثا، إنهاء العقد بالنقد. عند رفض أحد أطراف العقد الوفاء بالتزاماته بموجب العقد، فهو بذلك قد نقض العهد، أي نقض العقد، ما لم يكن هنالك ما يخالف القانون العام أو الشريعة الإسلامية السمحاء أو أي من الشرائع الدينية المتعارف عليها أو الأنظمة القائمة، أو أن يكون التوقيع قد تم بالإكراه. وكذلك عند فشل أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته، فأيضا يعتبر بذلك قد نقض العقد، أو كانت تصرفات أحد الأطراف تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد. ونقصد هنا المماطلة بأعذار واهية، فإنه يحق للطرف الآخر إنهاء العقد بناء على مبدأ النقد، ويكون عندئذ الطرف الفاشل أو المقصر ملزما بدفع تعويضات للطرف الآخر مقابل ما تعرض له هذا الطرف من أضرار. ويمكن تصفية الأمور المالية بعد إنهاء العقد بالنقد، إما بالاتفاق المباشر بين أطراف العقد، ويمكن أن يلجأ الأطراف إلى التحكيم إذا رأوا في ذلك حلا سريعا، أو يمكنهم اللجوء إلى المحكمة لإنهاء وتسوية ما نشب بينهما من أمور مالية. رابعا، إنهاء العقد لاستحالة التنفيذ. يمكن إنهاء العقد بسبب استحالة التنفيذ نتيجة للأنظمة والقوانين المحلية. فعلى سبيل المثال، قد تكون هنالك قوانين تمنع تحويل النقد الأجنبي من المصرف المركزي للشركات الأجنبية، أو نتيجة لأسباب فنية كاكتشاف أن حالة التربة في موقع المشروع لا تتحمل بناء المنشأة، على سبيل المثال بناء السد المراد إنشاؤه، خلافا للتقارير الأولية التي بني عليها طرح المناقصة وتوقيع العقد، أو نتيجة لاختفاء موضوع العقد من الوجود قبل التنفيذ. مثلا أن نوقع عقد على ترميم منشأة، وقبل البدء في عملية الترميم تنهار المنشأة بسبب حرب أو بسبب زلزال أو غيرها من الأسباب الخارجة عن إرادة الطرفين، أو نتيجة لأسباب
خارجة عن المألوف عندما يتم إتلاف وتدمير الوسائل التي كان من المغرر استخدامها لتنفيذ موضوع العقد. وهذا ما حدث في جنوب السودان بعد الانفصال عن الشمال، حيث قامت حروب أهلية بين أهالي الجنوب أدت لتدمير الآليات والمعدات لكثير من الشركات التي كانت تعمل على تنمية الجنوب. فبهذا يعتبر العقد لاقي بين هذه الشركات وبين حكومة الجنوب، لأن الأجهزة والأدوات المفترض أن تستخدم لهذه التنمية قد دمرت، ويلجأ الطرف المتضرر إلى التعويضات اللازمة من خلال المحاكم أو من خلال التحكيم أو غيرها من الوسائل التي يراها مناسبة، أو عند حدوث مرض أو وفاة لأحد أطراف العقد، وخاصة في العقود الخدمات. إنهاء العقد بفعل القوى القاهرة. يختلف تعريف القوى القاهرة من عقد لآخر ومن بلد لآخر، كما يختلف أيضا تعريف القوى القاهرة الذي تتبناه هيئات ومنظمات متخصصة في إعداد العقود النموذجية باختلاف القوانين في الدولة أو الدول التي تتواجد فيها تلك الهيئات أو المنظمات. فعلى سبيل المثال، تعرف القوى القهرية في نموذج عقد الفيديك للعقود الهندسية المعمول بها في أوروبا عن مثيله في نموذج المعهد الأمريكي للمعماريين اختلافا شاملا. لذلك لا بد أن يحتوي العقد على تعريف واضح للقوى القاهرة، ويعالج بلغة واضحة وصريحة بقدر الإمكان. لذلك كان اللغة التي يتفق عليها الطرفان ويفهمها الطرفان هي اللغة التي يكتب بها العقد، حتى يمكن تضييق بذلك المجال المحتمل للخلافات في المستقبل، وما قد يترتب عليه من ملابسات قانونية ومالية إلى آخره، حيث تحتوي شروط العقد على بنود خاصة تعالج مستقبل العلاقات بين أطراف العقد في حالة حدوث القوى القاهرة. والتعريف الأكثر شمولاً حسب رؤيتي القاصرة للقوى القاهرة أنها قوة لحدث غير عادي. قد يكون هذا الحدث حرب، سواء كانت هذه الحرب معلنة أو غير معلنة، كما يمكن أن تكون هذه القوى القاهرة عبارة عن ثورة أو تغيير لنظام الحكم كما حدث في ثورة ديسمبر المجيدة. وبناء على تعريف القوى القاهرة، تحتوي عادة شروط العقد على بند أو بنود خاصة تعالج مستقبل العلاقة بين أطراف العقد في حالة حدوث القوى القاهرة.
ولا بد من الإيضاح التفصيلي لتصفية حقوق المقاول عن الأعمال التي تم تنفيذها قبل إنهاء العقد، وكذلك تعويضه بطريقة عادلة مقابل ذلك الإنهاء. وتتخوف في العادة الشركات الأجنبية العاملة في الدول النامية من احتمال حدوث القوى القاهرة، لذلك فهي تحاول وضع شروط منحازة لصالحها عند حدوث القوى القاهرة، كما أن تلك الشركات تحاول الإصرار على تصميم تعريف القوى القاهرة ليشمل كافة الاحتمالات المختلفة. تعريف القوى القاهرة في العقود الأجنبية يشمل انتشار الأوبئة، الشغب، الفوضى، الحرب، العصيان المدني المسلح، المقاطعة التجارية، الحظر التجاري، والإضراب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم طلابنا الأعزاء، واللقاء في السنة القادمة إن شاء الله.